بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم مع هذا اللقاء الجديد نتكلم به حول الصيام. معاناة الإنسان كثيرة، كل يعاني من أمراض مختلفة ومن أعراض مختلفة، منهم من يعاني من الضغط، ومنهم من يعاني من السكر، ومنهم من يعاني من الدهون الثلاثية المرتفعة ولا يعرف كيف ينزلها، ومنهم من يعاني من ارتفاع في نسبة الكوليسترول واضطراب المرارة، ومنهم من يعاني من القولون طوال السنة وهو يعاني من هذه النفخات والغازات المؤرقة له في التنفس، والمؤرقة له في الحركة، والمؤرقة له في كل شيء. كثيرة هي الأدوية التي تناولناها عبر عام كامل، المضادات الحيوية والمسكنات من هنا وهناك، وملأنا الجسم بسموم الكورتيزونات، وكانت النتيجة أنه مرض مزمن لا تزال تعاني. كانت النتيجة أيضا أن جهاز المناعة لدي أصبح في أدنى مستوياته، ولعل الأعمار المختلفة تعاني بقدر عمرها، فنجد الأطفال وكبار السن هم الأكثر تضررا من هذه السموم التي دخلت أجسادهم بحجة العلاج. طبعا نأسف جدا أن تكون هذه السموم هي بسبب العلاج أو بحجة العلاج، فكيف لنا اليوم أن نتخلص من هذه السموم التي تناولناها خلال 11 شهر متواصلين؟ لا أريد أن أتحدث عن سموم الغذاء والمدمرات الإنسانية التي طالما تحدثنا عنها طوال الفترة السابقة، ولكن الآن جاءت الفرصة، الآن جاءت الفرصة الذهبية لنتخلص من كل العادات السيئة، سواء كانت في الأدوية، سواء كانت من المسكنات، سواء كانت من التدخين، سواء كانت أيضاً من رغبتنا الغير طبيعية وشهوتنا المتزايدة لكل ما هو حلو، والسكر الزائد، الحلويات، الشوكولاتات، وكل هذه الأمور التي يطلبها الدماغ أولا ومن ثم يطلبها الجسد. هذه الفرصة هي الصيام. تكلمنا عن أساليب الصيام سابقا، الصيام المتقطع، وصيام 8-16، وصيام 4 ساعات مقابل 20 ساعة صيام، وهناك أساليب عدة. ولكن اليوم نقف أمام نظام جديد مختلف، وإن اتحد بعدد الساعات 8-16، ولكن الجديد هنا أن خلال 16 ساعة صيام لن أتناول أي شيء من الطعام أو الشراب، فهو صيام بكل ما تحمل الكلمة من معنى. في الصيام المتقطع سمحنا بتناول الأشربة، وكنا ممنوع فقط عملية المضغ، ولكن الآن ولمدة 30 يوما سوف نمنع هذا الشيء بمنع روحاني، بمنع رباني في خلال شهر رمضان المبارك. إذن هذه الفرصة التي لن تعود إلا بعد عام، يجب أن نستغلها استغلال جيد ونخطط لها التخطيط الجيد، وهذا الذي سوف يكون إن شاء الله نخطط سويا من خلال لقاءاتنا عبر هذه القناة، لكي نعزز من خلال الصيام، نعزز جهاز المناعة، وعرفنا
بشكل جيد وجلي أن جهاز المناعة هو الأساس في كل شيء. دفعنا ثمن غالي وباهظ جدا، وفقدنا الأحباب، وفقدنا ضحايا عديدة. لماذا؟ لأن جهاز المناعة كان لديهم ضعيف، وبالتالي يجب أن نعزز هذا الجهاز لكي نقاوم لو جاء فيروس معين، لو جاءت بكتيريا معينة، لو جاء طفيليات معينة، يجب أن نقاوم. كيف نقاوم وأعضائنا قد هلكت وأعضائنا قد تعبت من كثر تناولها للأطعمة الزائفة والأطعمة سواء كانت في موعدها أو غير موعدها؟ كل هذه الأمور نعدكم من خلال هذه البرامج التي سوف نقدمها من خلال هذه الفترة أن تعالج لكم كل هذه القضايا، ونعيد اتزان الجسم إلى ميزانه الحقيقي إن شاء الله، دون أمراض، دون أعراض متعبة، ونستغني بإذن الله في نهاية هذا الموسم من المضادات الحيوية، الكورتيزونات، المسكنات. كل هذه الأمور نقول لها وداعا، لا لقاء بعده، ونعم للغذاء الصحي، ونعم للغذاء المتنوع، وليس شيء آخر. ودوما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.